تطبيقات التعديل أو تعديل الصور وتعديل الفيديوهات أصبحت كتيرة ومشهورة بشكل كبير جدا، وأغلبنا يعرف يتعامل مع البرامج دي لأنها أصبحت سهلة وأصبحت بسيطة متاحة للكل. فأنا النهاردة جايب لك أفضل 4 تطبيقات ممكن تنزلها على الموبايل بتاعك عشان تعمل أفضل تعديل للصور بتاعتك، فتابع معايا الشرح للنهاية. اول تطبيق معانا وهو تطبيق سناب سيد. تطبيق سناب سيد تطبيق مشهور جدا في تعديل الصور، ولكن هو مش تطبيق فوتوشوب، هو مجرد تطبيق بيعدل في الوان الصور وفي جودتها الكواليتي بتاعت الصور وكده. فتطبيق سناب سيد تطبيق مهم ومشهور جدا، هنفتحه هنلاقيه بالواجهه البسيطه جدا اللي انتم شايفينها ديت. فهتضغط على البلاس الموجوده قدامك دي، هيظهر لك طبعا الصور الموجوده عندك في الموبايل. خلينا مثلا نختار صوره وليكن الصورة دي. طبعا في البداية جايب لك شوية بريسيتس او فلاتر كتيرة جدا موجودة في التطبيق، وصراحة احترافية يعني. عندك بعد كده اللي يهمنا طبعا في تطبيق سناب سيد الادوات او التولز. عندك اداة ضبط الصورة وديت مهمة جدا، بتضغط هنا على السطوع مثلا وبتحرك الشاشة زي ما انت شايف كده انت بتديها اكسبوجر زيادة او بتنقص. عندك بعد كده التباين، وده مهم جدا في انك تبين تفاصيل الصورة. بعد كده عندك تشبع اللون، زي ما انت شايف لما بتقلله الصورة الوانها بتروح، لما بتزوده الصورة تشبع الوانها بيزيد. طبعا عندك تولز كتيرة جدا في تطبيق سناب سيد، عندك مثلا الشادو، بتزود الشادو في الصورة تديها ضبط تلقائي من الخيار ده، وبعدين لما بتخلص التعديل بتاعك اللي انت هتعدله بتضغط على علامة الصح الموجودة تحت دي. طبعا عندك مثلا التفاصيل او الديتيلز الموجودة في الصورة، توضح تفاصيل الصورة زي ما انت شايف كده. طبعا بتسحب من الشمال لليمين عشان تتحكم في التولز الموجودة في الصورة دي، وبعد كده بتضغط على تم. عندك المنحنيات، وديت بتوضح الصورة عن طريق المنحنيات زي ما انت شايف دلوقتي. طبعا بتحط هنا نقطة وبتعدل في الجزء اللي فوق زي ما انت شايف، حطيت انت نقطتين تحت عشان تعدل في الجزء اللي فوق. طبعا لو عايز تعدل في الجزء اللي تحت هتبدأ اللي انت تسحب من تحت كده. المنحنيات دي بتكون عاوزة احترافية كبيرة جدا عشان تقدر ان انت تحكم فيها. طبعا بتحكم في كل لون في الصورة زي ما انت شايف، يعني مثلا عندنا اللون الاخضر نقدر نعدل فيه، نحط هنا علامات كده زي ما انت شايف. انا بعدل حاليا في الجزئية اللي فوق. طبعا لو عايز تعدل في الجزئية اللي في النص بتبدأ تتعامل بالشكل ده وبتضغط تمام. طبعا انت عندك ادوات كتيرة جدا في التطبيق ممكن تستخدمها براحتك في تعديل الصورة. طبعا بعد ما بتخلص التعديلات بتاعتك بتضغط على تصدير وبتضغط على حفظ الصورة، بتحفظ عندك في الجهاز، بيتم اللي انت بتشوف حاليا الحاجات اللي انت عملتها، انا جايب لك المنحنيات وكده، الحاجات اللي انت عملتها في الصورة، وبعدين بتدخل على المعرض بتلاقي الصورة بتاعتك اتعدلت. بالنسبة للتطبيق التاني وهو تطبيق صراحة ممتاز، تطبيق فوتوشوب على تطبيق تعديل الصور على الموبايل. مصطلح فوتوشوب ده ما يتقالش عليه، لان هو الفوتوشوب ده تطبيق اصلا او برنامج على الكمبيوتر. فتطبيق تعديل الصور يحاكي تطبيق الفوتوشوب اللي موجود على الكمبيوتر. طبعا بيظهر بواجهة بسيطة جدا، طبعا تطبيق بيكس ارت اللي كلنا عارفينه واللي الناس كلها بتعدل عليه الصور. عندك هنا العلامة دي بتضغط عليها، هنجيب صورة مثلا وليكن الصورة دي. اول حاجة عندك طبعا المتجر ده طبعا بيحتاج نت، بتنزل من عليه الحاجات. عندك بعد كده تعديلات او التولز، عندك التول الاولى اللي هي القص، طبعا دي كلنا عارفينها، بنقص الصورة وبنشوف طبعا احجام الصورة من بالمقاسات بتاعت الصورة من هنا. طبعا الادوات عندك ادوات كتيرة جدا وادوات احترافية، يعني عندك رقم 2 القص الحر، طبعا القص الحر اللي كلنا عارفينه انت بتقص الجزئية الحمراء هي اللي بتظهر في الصورة بعد ما تبدأ تقص الصورة، فانت بتظبط براحتك طبعا الموضوع ده. عندك الاداة الرقم 3 اللي هي شكل القص، طبعا دي مهمة جدا، ممكن تظبط بيها الصورة، تعمل غلاف بالشكل ده او برواز بالشكل ده، بتضغط على تم تعمل الحجم بتاع البرواز اللي انت عاوز تعمله.
بعد كده عندك التشتت، وعندك طبعا المهم في الصورة أو الحاجة اللي احنا المفروض نتطرق للحديث عنها والمهمة جدا وأنا بستخدمها الصراحة بشكل كبير جدا، يعني اللي هو استنساخ. طبعا استنساخ ده زي ما انتوا شايفين قدامكم دلوقتي، أنا بضغط على المنطقة اللي أنا عاوز أنسخ منها الشكل، بلسق في أو بمسح في المنطقة التانية. زي ما انتوا شايفين لو مثلا عاوز أخفي العربية، باخد أنا من هنا كده وبحط على العربية عشان ألغي، باخد مثلا من الأرضية. طبعا زي ما انتوا شايفين عشان بس الوقت، فانا لو انا مثلا عاوز اشيل الجبل ده فانا هضغط هنا على العلامة دي عشان اجيب الحاجة اللي انا هنسخ بيها، فبقوم جاي ايه ماسح في دي، يعني مثلا بضغط كده وقوم جاي ايه جايب من السماء، بتجيب من السماء وبتحط على الجبل عشان انت تمسح او تشيل الجبل من الصورة. عندك طبعا في الادوات تغيير حجم الصورة، لو انت عايز تغير حجم الصورة بتغيرها من المكان ده، يعني مثلا انا عاوزها 150 في 150 تكون الصورة مربعة شوية، فانا هضغط هنا 150. زي ما انت شايفين انا غيرت حاليا حجم الصورة. طبعا عندك التدوير والكلام ده كله، ده الكلام ده كله عارفينه. طبعا اهم شيء في التطبيق ده الشيء الاحترافي الموجود في التطبيق ده، وهو الافكتس او التأثيرات اللي في التطبيق. يعني مثلا انا عاوز اغير مثلا لون العربية، او عايز اعمل تأثير على العربية وما يتعملش في المكان التاني، فزي ما انتم شايفين انا حاليا هغير لون السماء لوحده، او هغير لون الرملة دي لوحدها. زي ما انتم شايفين حاليا هضغط على تغيير اللون، اوجه الزائد ده او الشيء ده على الارض مثلا، الارضية لونها اصفر زي ما انتم شايفين، ومن هنا ببدأ أغير في لون الجبل أو الصورة دي زي ما انت شايفين خليته باللون الأخضر. لو التأثير جه على العربية وانت عاوز تشيله مثلا، بتضغط على المساحة اللي فوق دي وبتبدأ اللي انت تشيل السير ده من المكان اللي انت عاوز. طبعا عندك هنا عكس لو انت عايز تغير الكلام ده، لو عايز مثلا تبدل التأثير مع العنصر أو الموديل الموجود في الصورة. طبعا دي تأثيرات الألوان. عندك تشويه، زي ما انت شايف انا بدأت اعمل تشويه في الصورة، ده تصوير البلانت او الكوكب تمام، بس ده بيكون عاوز بعض الاحترافية عشان تبدأ اللي انت تعمله بالشكل ده. عندك بعد كده فني، وعندك ورق وبارت والكلام ده كله. طبعا تأثيرات كتيرة جدا، مئات التأثيرات المهمة اللي المفروض اللي انت بتعرف. عندك بعد كده تجميل، بتبدأ اللي انت عندك تجميل الوجه وتجميل الاسنان، وده كله هتعرفه وانت بتستخدم لو في مثلا وش في الصورة او كده. طبعا دي ملصقات، ودي المشهورة جدا. الملصقات دي انت بتنزلها من على النت، او انت بتعمل الملصق، انت بتاخد الصورة وبتحفظه كملصق. وعندك طبعا العنصر او الشيء المهم جدا، القص، وده شيء مشهور جدا انك بتنقل مكان شخص مثلا لمكان تاني، او انت بتقص شخص من المكان ده لمكان تاني. او زي ما انت شايف انت بتضغط على او بتحدد زي ما انت شايف بالخط الاحمر ده المكان اللي انت عاوز تقصه، زي مثلا زي ما انت شايف كده. بعد ما تخلص بتضغط على السهم اللي فوق ده، بيبدأ يجيب لك الصورة بالشكل ده، وده طبعا باللون الاحمر ده هو اللي انت عاوز، العنصر اللي انت عاوز تشيله من الصورة. بتضغط على حفظ، زي ما انت شايف الصورة او الموديل بتاعنا اتقصوا او الخلفية بتاعته اتشالت. تطبيق بقى، تطبيق رقم 3، وده التطبيق المشهور وممتاز اللي كلنا عارفينه، واللي بيأدي الصراحة وظائف جامدة جدا في تعديل الصور، هو تطبيق ادوبي لايت روم. طبعا كلنا عارفين تطبيقات ادوبي وعارفين اللي هي ممتازة، والتطبيقات دي مالية الكمبيوترات عندنا وبنعدل عليها بشكل دوري وبشكل يومي. تطبيق ادوبي لايت روم، عندك هنا مجموعة من الخيارات. عندك الخيار الاول اللي هو اولد فوتو، وده الصور اللي انت اضفتها. طبعا البيبلز، طبعا لو انت صور عيلتك وكده فبتعمل لكل واحد البوم للعيلة. طبعا ديليتس، ده الحاجات اللي انت ازلتها. نيو ايتم، ده لو انت عاوز تعمل البوم او فولدر ليك. في البداية بتضيف صورة من هنا كده، او
بيظهر لك طبعا الكاميرا بتاعة التطبيق. طبعا الكاميرا ممتازة جدا. الكاميرا دي لو انت ما عندكش البرو مود في الموبايل او في الكاميرا بتاعتك، استخدم كاميرا التطبيق ده، وهي افضل كاميرا ممكن تستخدم عليها وضع البرو مود. طبعا عندك وضع البروفيشنال ووضع الاوتوماتيك. زي ما انت شايف بتبدأ اللي انت تظبط الايزو وبتظبط الدبليو بي وغير ذلك، يعني الوايت بالانس. اول ما بتضيف الصورة زي ما انت شايف بتلاقيها في اول فوتو. طبعا احنا عندنا صورة وليكن دي. اول حاجة عندك، اول مهم انا هذكر لك الحاجات المهمة في التطبيق ده، عندك البروفايلز، وديت مجموعة الفلاتر اللي بتكون الجاهزة الموجودة في الموبايل بتاعك. بعد كده عندك العنصر المهم في التطبيق ده وهو اللايت. عندك اول حاجة طبعا الاكسبوجر، لو انت عاوز الصورة فاتحة فتحها، لو عايزها غامقة غمقها، وبتقلل الاضاءة في الصورة زي ما انت شايف قدامك حاليا. عندك الكونتراست، وده اللي بيبين او بيدي وضوح للصورة زي ما انت شايف حاليا. الهايلايتس طبعا ده زود لك الاضاءه في الصوره شويه. طبعا انا بفضل ان انا اخليه على الاخر سالب 100، وده عشان لو الصوره فيها غيام زي ما انت شايف بيوضح الغيام بشكل كبير. طبعا الشادوز، وده الظل في الصوره، طبعا عشان في خضره في الصوره وكده او حاجات خضره في الصوره، فانا بفضل ان انا ازوده. الوايت والبلاكس، وده اللون الابيض في الصوره، واللون الاسود بتحاول انت تظبطه على حسب الصوره بتاعتك. طبعا عندك الكيرف، وده زي ما احنا قلنا في تطبيق السناب سيد، الكيرف ده مهم جدا. اللي انت مثلا لو عايز تظبط جزئيه في الصوره، فانت بتحط علامات زي ما انت شايف كده، وبتبدا اللي انت تظبط في الصوره بتاعتك الاضاءه والكلام ده، تمام؟ فبتضغط على دون لما بتخلص وبتظبط الصوره بتاعتك. عندك تاني حاجه، والحاجه المهمه جدا في تطبيق اللايت روم، وهي الالوان. طبعا عندك التيمب ده والتنت والكلام ده بتظبطه على حسب الصورة بتاعتك. يعني مثلا الصورة بتاعتك متصورة في ظروف اضاءة تحت الشمس مثلا، فانت بتبدأ اللي انت تخلي التيمب عن ناحية الازرق. لو انت الصورة بتاعتك متصورة في ظروف اضاءة زرقاء شوية او بيضة، بتحاول انت تظبط او بتخليها مديه شويه للون الاصفر او لون الشمس، فانت بتظبط اضاءه الصوره على حسب المكان او الظروف اللي انت مصورها فيها. وده بقى فايده الوايت بالانس. انت ممكن تعمل الوايت بالانس ده اوتوماتيك زي ما انت شايف، لو انت مش حابب اللي انت تغير في الصوره او اللي انت مش عارف تظبط الصوره فبتخليها اوتوماتيك. عندك المهم طبعا وهو الميكس. زي ما انت شايف ظاهر لك الالوان في الصوره، طبعا انت بتشوف ايه اللون اللي باين عندك في الصوره. طبعا الصوره اللي معانا حاليا هنظبط فيها على لونين بس، اللون الاول اللي هو اللون الاخضر هو اللون اللي تحت، واللون طبعا الازرق اللي هو لون السماء، فاحنا هنظبط الصوره على لونين بس. طبعا زي ما انت شايف اللون الاخضر بنبدا اللي احنا نعمل له تشبع من هنا. لو عايز تشيل اللون الاخضر تماما بتنزل على الساتوريشن او التشبع وبتنزلها سالب 100. طبعا اللون الثاني عندنا وهو اللون السماء، زي ما انت شايف لما بتعمله كده بتقربه من سالب 100 زي ما انت شايف، بتوديه لسالب 100 او بتزوده بتخليه لونه تحس اللي هو موف شويه، تضغط على دون. بعد كده طبعا عندك الافكتس، وده بيديك شوية افكتس في الصورة طبعا مش محتاجينه قوي. طبعا في حاجة مهمة في الافكتس ده وهو اللي اسمه سبيل تون. عندك الهايلايتس، انت بتغير الهايلايتس الصورة على حسب طبعا المود بتاعك زي ما انت شايف. وعندك طبعا الشادو، بتلون الشادو او بتلون الهايلايتس في الصورة. يعني مثلا انت عندك الشادو باللون الافتراضي، يعني ان الشادو باللون الاسود الظل بتاع الصورة، فانت لو عايز تخلي او تغير لون الظل بتاع الصورة، لو بتخليه احمر مثلا فانت بتغيره من هنا. لما بتخلص تعديلك تضغط على دون. عندك طبعا الديتيلز والتفاصيل، طبعا دي كلنا عارفينها، بتزود تفاصيل الصورة زي ما انت شايف. طبعا الشيء المهم في التطبيق ده وهو البريسيتس. ازاي اعمل بريسيتس او ازاي احفظ البريسيتس عندي؟ طبعا لما بتخلص صورتك تماما وعاوز تحفظ البريست اللي انت عامله او بريست اللي انت عامله في الصوره دي، بتبدا تضغط على الثلاث نقط اللي فوق زي ما انت شايف عندك في الصوره، وبتعمل كرييت بريست، تمام؟ وبعدين بتخلص بتضغط على او بتسيب العلامات دي زي ما هي كده، وبتسمي البريست بتاعك من هنا.
User Rest. ده بتسميه اي اسم زي ما انت عارف طبعا. وبعد كده بتضغط على العلامة اوكي. تمام، انت دلوقتي عاوز تجيب البريست بتاعك تاني، اقول لك بتضغط على ايه. اولا انت بتضغط على علامة البريست اللي تحت دي، وبتضغط على بتجيب القائمة البريستات اللي طبعا احنا سميناها جي جي اي اسم طبعا. بنضغط عليها بنلاقي البريست بتاعنا فوق هنا زي ما انت عارف طبعا. بتسمي البريست او مجموعة البريستات بتاعتك هي بتبقى اسمها يوزر بريست، ده الاسم الافتراضي بتاعها. فانت بتسمي المجموعة بتاعتك على الاسم اللي انت حابه او الاسم اللي انت عاوز تعمله، فده براحتك بيرجع لك انت يعني. وبكده نكون انتهينا من الشرح بتاعنا. طبعا لو عجبك او استفدت من الشرح ما تنساش اللايك والشير، تضغط على زرار الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول.